محمد ابو زيد، تليفون 0-31-0-330 223. بقالي دلوقتي سنه متبهدل من اتنين بلطجيه اساسا يعني، مش لاقي اي حل معاهم. حرقوا لي الورشه وبهدلوني انا وعيالي وطردوني من البيت، كنت ساكن عندهم ومضوني على ورق غصب عني وخطف الواد الصغير وعملت محضر بيت فلسطين بكده، ومضوني على الورق عشان اسيب الشقه واسيب البيت وامشي، وسبت الدنيا كلها ومشيت، ومنعني ان انا افتح ورشتي عشان في الشارع. فانا مش عارف، مش لاقي اي حل خالص. السبب اللي انا كنت ساكن عندهم، وجات الحكومه، هم بتوع مشاكل بيعملوا مشاكل، جات الحكومه قبضت عليهم الظابط احمد سمير. انا بقول اهو الظابط احمد سمير اللي قبض عليهم، خدنا عندهم بندقيه وفردين، وانا كنت في شغلي، جم قالوا ان انا بلغت عنه. انا ما اعرفش حاجه عن كده خالص. رحت وزاره الداخليه عملت شكوى، ورحت مديريه الامن، واللواء عبد النعيم بعتني اسم البساتين لنائب المامور محمد بعوده، ورحت لمحمد بعوده، ورحت لظابط المباحث في اسم البساتين، ورحت للمامور، ما خليتش حاجه خالص، ولا حد بينزل يجيبهم ولا اي حاجه. ننزل انزل معاهم يعملوا لهم ظبط واحضار، وانزل معاهم ويروحوا لغايه هناك، لو ما تاخد فلوس تروح واخده بعضها وماشي. انا تعبت، لو هم يدوني حق اللي انا موتهم هموتهم، بس ما تحبس فيهم لان انا تعبت. دول مش عارف اربيهم، عندي عيله هي على وش جواز مش عارف اربيها ولا عارف اجهزها، يعني جهاز مش عارف اجهزها. تعبت الصراحه بتاعت ربنا، فانا عاوز اشوف حل. بناشد وزير الداخليه وبناشد الدنيا كلها، لان ما لقيتش اي حد لغايه وزير الداخليه هو اللي وقف معايا وبعت وقام بالشكوى بتاعتي. مجرد ما راحت الشكوى الاسم واستدعوهم جم بهدلوني وعوروني في دراعي، وجبت اريد طبيه في دماغي وضحك. يوم الخميس اللي فات. يوم الخميس اللي فات. نزل ورشتك مقفوله؟ لغايه دلوقتي ورشتي مقفوله ولعه. ولعه في الباب لغايه دلوقتي، كل ما اجيب حداد يروح يعمل الباب يجري ورايا يضربوه. فانا مش عارف اعمل ايه الصراحه بتاعت ربنا يعني.